بسم الله الرحمن الرحيم. نكمل الجزء الثالث من محاضرة اليوم. إذن هنا عندنا definition of similarity، تعريف التشابه. similarity التشابه، basis of trigonometry أساس علم المثلثات. إذن التشابه هو أساس علم المثلثات. proportion review مراجعة للنسب، مراجعة للنسب. عندنا شكلين، هذا الشكل الأول وهذا الشكل الثاني. شبيهم سيم، هاي نفس الارتفاع يمتلكون. not the same proportion، مو نفس النسب، بمعنى انه هاي المحيط مال وسط الشكل هو يختلف عن هذا المحيط، يعني النسبة مال هذا الشكل الى هذا الشكل تختلف، فهم مساوين بالنسب. both are 72 inch tall، الطول مالتهم اثنيناتهم 72 inch. 24 انج ويد، 36 انج ويست، هاي المسافة هنا 24 هنا 36. اذن الديق يقول عليه similarity التشابه بين الشكلين. why to compare number، لماذا مقارن، شلون نقارن الارقام. subtracting difference الطرح معناها الفرق الاختلاف. dividing الراشن التقسيم النسبة، اذا نسبة 10 ل 5 هي نفس نسبة 2 ل 1 ونفس نسبة وتساوي 2 to 1. it was as much، 2 اكثر. وهكذا ال 24 على 72 هي 1 على 3، 3 مرات اكثر من، يعني النسبة مال هذا الشكل لهذا الشكل هي 3 مرات، الشكل هذا الثاني 3 مرات اكثر من الشكل الاول، وهكذا. هنا انا مرتين. we can use Russian to compare proportion، يقول نستخدم هذه القسمة اللي موجودة هنا زين على مود نقدر احنا نقارن بمن بالنسب مالتنا. شلون نقارن؟ هسه خلينا نشوف. هنا انا السيميلر two objects that have the same shape but different size، عندنا هنا هدفين او شكلين، هدفين لهم نفس الشكل بس مختلفات بالحجم. يعني هسه هاي النسبة مال هذا الضلع، هذا الضلع هي 6 على 8 والنسبة مال هذا الضلع 9 على 12. شوف نفس النسبة هما بس شنو الاختلاف. اذا هما بالشكل نفس الشكل بس الفرق شنو اكبر. طبعا هذا الموضوع انا شايفه بالمتوسطة، موضوع التشابه مالت الاشكال الارض اقوله، يعني شغلة كلش بسيطة عليكم، بس هو انتم الله يعينكم بهاي التعاريف والهو ما اعرف يعني شلون راح تصفى. ما ادري، على كل حال اقروا والله كريم، انتم تحبون هيك مواضيع. على كل حال do this rectangle have the same proportion، لهم نفس النسبة هاي، نفس النسبية مال الأشكال. الجواب نعم. ليش؟ لأن احنا من قارنا الأضلاع طلعت نفس النسبة هنايا. yes therefore will have those rectangles are similar، إذن ذولا مش شابهين. يمتى يكون مش شابهين؟ من أنهم نفس النسبة تطلع. زين هنا التطابق congruent same size and shape، التطابق هو نفس الشكل ونفس الحجم. التشابه لا، نفس الشكل بس مو نفس الحجم، واضح يعني. زين اذا هنا الكونجرنت التطابق هو نفس الشكل ونفس الحجم. التشابه سيميلر تراينجل، خلينا نشوف هنا اي بي سي ودي اي اف، هذا المثلث الاول. خلينا نشوف النسب مالته نمبر، هذا هاي العلامه تعني نرمز للتشابه، هاي العلامه نرمز للتشابه. التطابق لا، ذنيتش كان يساوي عليها علامه. نشوف النسبة 8 على 12 يساوي لنا 12 على 18 ويساوي 10 على 15 ويساوي 2 على 3. إذا النسب مالتنا 8 على 12، يعني هذا الضلع نسبته لهذا الضلع 8 12، وهذا الضلع نسبته لهذا الضلع 12 على 18، وهذا الضلع نسبته لهذا الضلع، كلهم طلعن 2 على 3. إذا أكو تشابه بيناتهم. ليش؟ لأن النسبة ثابتة، واضعني أكو تشابه بيناتهم لأن النسبة ثابتة. زين هنا يعني خلاصة للي
للي انشرح بالصفحات السابقة. الرشن كل النسب of side must be the same of the object to be similar. بالنسبة للأشياء على مود أقول عليها متشابهة، لازم النسب مال الأضلاع كليتها متساوية، يعني الضلع من الشكل الأول على الضلع من الشكل الثاني يساوي الضلع الثاني من الشكل الأول على الضلع الثاني من الشكل الثاني ويساوي، وهكذا. فيلا أقدر أقول similar. This common ratio is called the ratio of similarity. هذه النسبة يسموها نسبة التشابه، نسبة التشابه مالت الأشكال. Ratio of similarity common ratio that all corresponding size have. طبعا هي هذه موجودة بكل الأضلاع المترافقة. If two objects are similar، إذا عندنا شكلين مشابهات راح أقول the angles are the same، الزوايا هي مشابهة، والsize are proportional، والجوانب هي هم متناسبة، ratio are the same، نسبهن. إذا من ينطيني الأشكال أقدر أستنتج منه هذه النتائج. زين، هنا برايمتر اوف سيميلار فيجر، التشابه المحيطات بالاشكال، المحيط مال الشكل شلون اقيسه، نفس الحاله يقول هنا للتذكره ان منبر ذات سيميلار اوبجكت هاف ذا سيم بروبورتيشن. السيميلار مال الاشكال لازم شنو يمتلك نفس النسبه. راح نعطينا مثال، اف ذيز تو ريكتانجولار ار سيميلار وات از ذا لينث اوف سايد ار. اذا هنا أنا هذا تطبيق، اذا عندنا احنا ذول الشكلين مش شابهين ايش قد الار؟ طبعا ما طول قلي مش شابهين معناها الاضلاع ايش بيهم متناسبين، يعني 10 على 8 يساوي 15 على ار، واضعيني. اذا استفادينا من التشابه انه مش شكلين مش شابهين كل ضلعين متقابلين ايش بيهم متناسبين بنفس النسبه، ويا من ويا الضلعين الاخرين، يعني هذا الضلع وهذا الضلع 10 على 8 يساوي 15 على ال. ليش؟ لان هم سيميلار، دول مش شابهين، الشكلين مش شابهين، ولذلك صار عندنا نسبه وتناسب. نقدر اذا وجدنا طول هذا الضلع من خلال التشابه. ناو ليتس لوك ات ذا بريمترز اوف ذيس ريكتانجلز. هسه اذا شفنا هذول المحيطات مالتهم مش راح نستفاد. طبعا هذا طلعنا 12 من هنا. يقول البي 1 المحيط مال هذا اول محيط هو شنو؟ طول الضلع الاثنين، هذا الضلع وهذا الضلع مضروبين باثنين، هو محيط المستطيل، وهذا الضلع وهذا الضلع مضروبين باثنين، نفس الحاله هنا. اذا طول الطول زائد العرض في اثنين، هذا قانون المحيط. ايش راح نحصل؟ نسب الاطوال مال المحيطات هم متساويه، يعني 10 على 8 ايش يساوي؟ 15 على 12 ويساوي 50 على 40، 5 على 4. اذا الاشكال اذا تشابه شو نحصل؟ نحصل كل الاطوال مالتها هي متناسبه، وبالتالي المحيط ايضا متناسب مال الاشكال المتشابهه. واضعيني؟ يعني مو بس الاضلاع متناسبه، حتى المحيطات مال المحيط مال الشكل ايضا متناسب. هنا مثال اخر، مثال اخر عندك المحيط هذا اكزامبل، والمحيط مال هاي الاشكال متشابهه، هذا الشكل بي 1 وبي 2. زين، بي 1 50، بي 2 ايش قد؟ احنا ما طول الاشكال متشابهه، اذا شنو عندنا؟ عندنا كلهن متناسبات، بمعنى ال 12 على 10 يساوي ل 50 على بي 2. نسوي نسبه وتناسب السايد على الضلع على المحيط، 12 على 50 شي يساوي لي 10 على. اذا من التناسب ايش حصلنا؟ انه 12 على 50 يساوي لي 10 على بي 2 طلع. ونفس الحاله سايد على سايد متناسبين، طلعت البي 2 ايش قد؟ واضعيني؟ وهكذا. اذا هاي قاعده نقدر نستفاد منها من التشابه. كذلك لهنا يخلص الجزء الثالث من المحاضره، ونكمل إن شاء الله على الأجزاء البقية.